بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ الفضيلة يو شيخ الشيخية من ميهي معلم على هاتف هذه هم طايت الغابرية انت كذب شاركو نصوص بدن القرآن وإطلاق إساس وأررتين شارك الله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار للجنوب والصاحب بالجنب إلهي سبحانه وتعالى من كنت المامة إلهي كالقين لعابده والدك الله إحسان فلا صلى الله يلا صلى الله يلا تدكين له السماء فلا يوحى الغدر إنه يهي جارك كيس الدو يكيس الدروكسا مدول بين الله سبحانه وتعالى مركا ما شقادة شارها كقول النغضة أما قريقة شارها كقول النغضة ما يشد دونة شارها كقول النغضة شارك إن له دادال حنين وذكرنا حديث الصحيحين كقول الله والنبي قل عليه الصلاة والسلام جبريل كما زولين إنه يقال الدار دار ما شهر كارن كيس إلى يعني سلور ملا وابلا سلاح للدونة إن وشهر أردن أحاديث بدن بدن بان النبي سكنات ودي جار كورمسة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره صحيح مسلم كقول الله أما خير الجيران عند الله خيرهم لجاري أدب المفرد شيخ الألباني الصحيحي أما من سعادة المرء الجار الصالح بنبي كنت المامي أدب المفرد شيخ الألباني الصحيح كنت المامي نصوص تواترب ضمت جارك والرميسة سعى موقع والرميسة مركا اعتماده جارك قالك وحق لي حقوق إن الله ظلمين أف يأدن يعرب يئل يمال مدنا بلغ ظلمين وهو حق لي يهي وحيا ببدن الدين تايك والرمس ما دام وقتك يري وحتى المام دونه حسن الجار كما جار وناك سنيد وحكم ده كو وحوينا أضحي سواء الدين ندقار سيسو وده يهودي للدقال لما يمرك الدقال كو السعودي بو نبي وحكو يري دقال كي خيبر مركو عالي إذا ماذا مدح وقرد غي لن يهدي الله بك رجلا واحدا هل قف تدكو نبي وكلا دردار ما يوى يهودي محاربة يهودي للدقال دقال لنسان أي نبي وحليه هل مدين ألا كو هنونيو أي وحي كاغا خير بدانتهاي قال عصعص تي يهودي كقولة شهر كان كقولة دجالما إن حال كيسو مكان مهم قرية. دي يهودي كي دجالما يعني كلا ليه كان شهر كاجا حال كيسو مهم قرية. وهلا أنا أصليا أفكا مسلم كاه وأفكا سي خير كقيبنا يا. وحوجاركو أدو السماين كرتا إن الصدقة سيسو. أدو فقيري. ما هي الزكاة دي؟ الزكاة دا مسلم كون بالله سيئة لكن صدقة دا مطلقة والله سينكرة وإليه وكا قرآن كنت الماما يا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا تتكي وناك سلامك إلا تلمامي وحلا يلي عنا السيانة ويقوديا يا الله قودنا يا يقول عنا دا ولبتشعل وحان آدو قوين سقوءه أي وحيسين أيام بالليلي ويطعمون الطعام على حبه مسكين يا يتيم يا أصير بالليلي أصير كأي أدو كبر رمي سواء محي وقال محارب الله صغر طيب ما ها أصير مسلم ما مرسيكو جي مكرو ونبي عليه الصلاة والسلام سيدان دايما كددك انت اللي قبطو حبسك الله لقى حبسك وددك كل حدي تري مكرو أصير كالله قبر رمي وحويان قال دقال لسك قهر يمي ودبتنا لغا إطالبطي ولغبطي هدي قال محارب وأصير نقضي إن طعام كي لسين إلهي القرآن كشيبي شار كاغا قال كاه طعام كي سواكا وليسيني مركات مدام حق جار نمن اللي هي صدق مركا وكوبا حسابين اللي هي إن وانا كي قرآن كإلهي كنت المامي سبحانه وتعالى أسماء بنت أبي بكر مركي هو يدي دو مشركتي بعد الصلح الحديبية يتمي إلهي وكورما إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلهي لا الله إذن كمن ريبي
كو ان دينت ايدن كولاد ديرين غريهن انا ايدا كصارين ان تبرهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انا اصم فشان او اد حريريسو نبي قلنا مركي او شيكتي حريري بكويري افاصيلها مركي ويديسي سؤاشا نبي عليه الصلاه والسلام حريري بويري اذا جاركو دين ولو شيغيا صدقاء يا هديه يا وحرك سوى الله سينيا معامله عام كاوالا لا يالانيا حين نغني نبي محمد بينو غيري عليه الصلاه والسلام isagoo diriciisi dagaalku uu marhuun yahay inda yahoodiyi idan haduu jaar noqdana fahwa awla muamalada ama tijaariga ama wax la isweydaarsanayo waa lala yeelanaya jaarnimadu waxay leedahay been leenay markaa inaad jaarkaaga carabkaaga ku dhibin oo maagin oo wax ka sheegin waxay leedahay inaad isha ku dhibin ishu dee jaarka lama khaawiso خاوسات الصمت غني شو عنكو أركينين هذا هبله هذا ما قول قدرت كشوكا ما وحسي أدمعلها كأجكتو لا يجوز شرع وحكم دينا اللي دقيني إن هذا لكتو دقين وحكم دا نبي عليه الصلاة والسلام ذنوب توين واكيكوت المامي أن تزني بحليلة جارك جارك هاجين تزني زتو وحكم دينا قعان لقول بين إذا ظلم دمانت يوردن إن جارك الله لا إيمان نبى مهمة أو حكم إذا وحي عورة ديسان لا أسطره وحلا نمرك حقوق ضو حيابا سبيسيفيكا شريعة ضو أي غيبتي قفك قال كائن الله لا إيمان ضو أمبهرية مثلا سيدي سلامتي وكلاين أتك قول ريني سلامتي واتي السلام عليكم ها تم فرنشي لكن أمال إنو هيني دبلا دي مورنينج يقوى سيدي سلامي لهم ها اسكوى الربضو ما في لا يهين أي مشاكل كتيره، لكن وسلامة إسلامية هيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جربوا حق لا يهدي ما يدوكر أنتوا إن التعزية يسوع، لكن تعزية الله ما صعطه. أنت يا قفك مسلم كقول إن شرتا أهم ميتين الله هون حارستا يدم يسال الله دافع تاسل الله ما صعطه. لكن هذا الصبر هالقصية إيو خلفي هالقصية إيو إن وناك الله هلو دبمها. أن جارك هذا ودود عين كرتاه، لكن هداية هي وحياة بعد نبي جاهد ودود عيسو لبكم أجرته، ونبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة هو يدي ده ومشرك هذا وكيف ودود عين إلى إله وحنونه، أما غير دو صور نبا، مركي دين تسجل هوايين قبيلة داس، إلا هي ما اللي يدين من كسوان من دب بدن وحن ربنا إن أذهب أرتو. نبي عليه الصلاة والسلام ما هبارنا اللهم اهدي دوسا واتني بهم بيد إلهو رير دوس هانوني أو يكين كاوح لأن الدعوة أطفى في سنة عدة وحق مضلة واجارك يددك كر بو يسدي إن الدين تموشي اكتاردو سوى كوشا غيسة تامو بو يسد وحلق تقول كيدي كيش غيسة بحاتر هذا أنتي أوكي أنتي قواب سواحل مياه كلمة سبعة برتي سواء حلي كان دورة ريبة مقامة أوكي أنتي قاسي ميا أديك ستة ومسوع كلام وشيكتا إيه وهي هيدنا الدين وشيكتا هذا القرآن ما النبي عليه الصلاة والسلام المهي راي يهودي هاي وش غيري محكيات ذكي اللي يروح عنو صنايع إنه أطقه ودين وشيكه هو به رضا طعب القاسم أو ده بتنسى لابني ما كورنته أو نبغي إلهي كم هدية إنه إلهي كان نار كبد بادية إذا ما حكوا سو كوبية إن ما دام أختي جودت بحد ديرية هاي نصوص طعام كهجر كور رمي صردن وحيابها ير نصوص شرع الربتي مو يعني جار كوسو قلية سواء كان كافرا أو مسلما متكو ضربها هذا حقوق دا سيديرات كيقال كافقنا آنو لهين وكوليه يا حسن الجوار دا مانتي وحنكو قبا قبين ايا انوحة صفير كتا ايدادك مسلمين تا دادك قلبك اقا وحكو شرم اوغا لكن دقان كاقا يا مكو اسلام يا مكو ديضا يا دادك سادو لنقان تو
ayama islaamnimada ku soo jiidaysa ama didinaysa, idan jaarkaaga haddii aanad dhibin. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, jannada ma galo qofka aanu ka nabadgelin jaarkiisa bawaaqdiisa. Xadiidkii Muslim, qofka aan wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min, xadiidkii kale Bukhaari, waa kee bay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisi uu kaasi jabiye, waa ka aanu jaarkiisu dhibtiisa ka nabadgelin buu yidhi. Idan waxaan leenahay jaar ama gaalahaada ama muslimahaada dhibtaada horta waynu ka nabadgalaa. Wadulmu nnaas ma bannaana, khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasana, halkan bay noo taallaa. Hadduu jaarnimo markaa helayna, xuquuqdii jaarnimada ee dheeraadka ahaa ee uu samafalka ahaa buu leeyahay. Waqtigiina malaa 3 sekad maan dhaafay, halkaa ku joojiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullah.